على نحو من ذلك رأينا في ميادين التحرير، في ميدان التحرير في مصر، ورأينا في ميدان التغيير في اليمن، ورأينا في بلاد الشام، ورأينا حتى في ليبيا، رأينا شعارات متشابهة أن المعارضة أصبح هناك يأس من التغيير من داخل النظام، أصبح هناك شعور أنه لا يمكن للتغيير أن يحصل بالوسائل العادية، أصبحت هناك شعارات مشتركة بين كل قوى المعارضة. وكان للحدث التونسي، كان الحدث التونسي ملهما لكل العالم العربي لأن الأوضاع متشابهة. And we've seen the same thing in the Tahrir Square in Egypt, that people came out of despair against dictatorship, calling for change, and people had given up all the hope from reforms from within the system, and the only way for reform was to go out to the street and to revolt against these regimes. لم يختلف حال القذافي عن حال مبارك، عن حال عبد الله صالح، عن بشار، كل هؤلاء إخوة، يعني كل هؤلاء يشتركون في نفس الملامح العامة للديكتاتور العربي الذي همش السياسة واستغل الدين وضرب فئات المعارضة بعضها ببعض، ولكن بالأخير الخصوم كلهم التقوا ضده إدراكا بأنه لا يمكن للتغيير أن يتم بدون صف واحد. So the case of all the Arab countries is all the same. They share the same factors and denominators. And that was the case of Gaddafi, of Ali Abdullah Saleh, of Bashar, all of these leaders who are brothers in what they share among themselves. أهم الخاسرين في هذه الحرب، في هذه المعارك، في هذه الثورات، أهم الخاسرين هم لا شك الحكام الذين تصوروا أنهم يمكنوا أن يؤبدوا حكمهم. أهم الخاسرين أيضا في هذه الثورات هم الذين تبنوا قضية أنه يمكن إصلاح هذه الأنظمة من داخلها، بحيث استراتيجية المشاركة في هذه الأنظمة أيضا أفلست. الخاسر الثالث في هذه الحرب أصحاب العنف الذين راهنوا على أن هذه الأنظمة يمكن تغييرها بالوسائل العنيفة، فجماعة القاعدة كانوا من الخاسرين لا شك. وأنا عبرت يوما قلت بن لادن لم يمت في أفغانستان في باكستان، وإنما مات في تونس في الحقيقة، لأنه كان هناك رهان أن هذه الأنظمة لا تتغير بالوسائل السلمية، وهذا صحيح. The big losers in these revolutions are the people who backed these regimes, are the people who believed that the regimes can be reformed from within, and also are the people who thought that the only way to change is through violence. For example, like Al-Qaeda. I always said since the revolution that Bin Laden did not die in Pakistan, Bin Laden died in Tunis. كان تشخيص بن لادن صحيح، أن هذه الأنظمة لا تتغير بالوسائل بالمشاركة فيها بالوسائل السلمية، وهذا صحيح. ولكن الذي أخطأ فيه، الذي كشفته تونس، أن هذه الأنظمة يمكن أن تتغير بالوسائل السلمية، ولكن مش بالمشاركة في الأنظمة، وإنما بالثورة عليها، بالثورة السلمية، وهذا هو براءة الاختراع إذا صح الذي كان لتونس. بن لادن was right that these regimes cannot be changed through reforms from within. But what he did not see is that these regimes can fall peacefully through revolts. And this is what the Tunisian revolution genius has brought to the world. This is our patent. والتونسيين فخورون بهذا الاختراع، بهذه براءة الاختراع، لأنه هذا الأسلوب أعاد للشعوب ثقتها في نفسها. الناس العاديين، الرجال والنساء والأطفال، كلهم يملكون أدوات صنع مصيرهم.
and this is our patent, and all Tunisians are very proud of it. The women, the youth, the young people always think, now know that their destiny is between their hands. They make the destiny. هذه الثورات وحدت الشعوب وأعطتها الأمل في الحياة وأعادت لها ثقتها في نفسها. These revolutions have united the nations among themselves and have given them hope and given them self-confidence in the future. اليوم هناك في العالم العربي هناك ثورات نجحت وثورات أخرى في طريقها للنجاح واليوم تقريبا الجمهوريات توشك أن تنتهي ويبدأ دور الملكيات السنة القادمة. Today we have revolutions that have succeeded in the Arab world, those who are on the way for success and those who are waiting to happen. Maybe I can say that the time of republics in the Arab world for revolutions have already gone, and now we're, the time of kingdoms is coming. Next year. Next year. الحكام الآن وضعتهم هذه الثورات أمام خيار صعب جدا. فإما أن يدركوا أن الزمن تغير وأن أسلوب الحكم الذي يقوم على امتلاك المال وامتلاك السلطة امتلاكا أبديا هذا الأمر انتهى وأن لابد أن تعاد السلطة للشعب ما يدرك الحكام ذلك فيقوموا بجراحات الضرورية على أنظمتهم لإعادة السلطة للشعب أو أن هذه الموجة لن تقف محترمة لحدودهم لأنهم ملوك لأن السعوديين لا يرون الشباب السعودي لا يرى نفسه أقل استحقاقا للحرية من الشباب التونسي أو من الشباب السوري فهذه أمة واحدة أو شعوب تشترك في الثقافة. This wave of change which is sweeping the region is going to sweep these regimes as well. Either they recognize that they need to change and they do the painful changes, or they're going to be swept by this wave and the youth will come down to the streets and will bring these regimes down. هذه إذن ما يحصل في المغرب الأقصى مثلا يعطي أمل في أن بعض الحكام بعض الملوك يمكن أن يكونوا قد فهموا رسالة العصر فيقدم على القيام بجراحات أساسية في أنظمتهم تعيد السلطة للشعب. What's happening in Morocco gives hope that some regimes might have understood the message and maybe they will engage in change through internal reforms and they will respond to people's aspiration. وهذا أقل تكلفة للشعب. And this is less, much less expensive. لو كان في هؤلاء الملوك قدر من الذكاء. أنا جاي له باش نعطيك التعليق سي راشد ذكرت بزيارتك في آخر نوفمبر لأمريكا وحكيت على تصريحاتك مشيت في نفس الخط اللي اتجهت فيه جريدة الشرق الأوسط اللي كان عنوانها البارح الغنوشي من واشنطن ينتقد دول الخليج ويطمئن إسرائيل. سي راشد ما حقيقة موقفك من إسرائيل والعلاقات معها؟ هذا كله بهتان يعني هذا كله بهتان. أعطينا السميح أستاذ وممكنش نتمنى لحزب محترم يعني حزب العمال الشيوعي أن جريدته تتورط في نشر الترهات وهي الشرق الأوسط قالت أنا طمنت إسرائيل نفس الشيء أنا ما لم أدعو في يوم من حياتي إلى هذا الأمر. شكون دعاك لأمريكا يا سي راشد؟ أنا كنت حدثت قلت كونه مجلة فورين بوليسي لكن الأخبار اللي عنا تقول أنه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ويناب هو اللي استدعاك. هذا من الأكاذيب والترهات كذلك والمعهد هذا معروف بقوله للايباك اللي هي أقوى منظمة داعمة لإسرائيل في أمريكا. لا اتأكد لنا رسميا أنه ما دعتكش المنظمة هذه. لا إطلاقا أنا دعتني فورين بوليسي لأنها اختارت 100 مفكر في العالم اعتبرتهم مؤثرين في هذه السنة كنت واحدا منهم ذهبت تلبية لهذه الدعوة لمجلة إعلامية السياسة الخارجية خلال ذلك أنا التقيت مع عدة think tanks هذا مش دعوة من عندهم عدة مراكز فكرية
وسئلت عن الدعوة، سئلت عن الثورة التونسية وعن أفاق